بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا دكاتره. يا رب جميعا تكونوا خير وصحه وسعاده. معكم دكتور محمد كامل، استاذ مساعد للعلاج الطبيعي بجامعه القاهره، ولايسنس فيزيكال ثيرابيست في الولايات المتحده الامريكيه وكذلك المملكه المتحده. طيب، احنا كنا كان في زملاء وزميلات بعتوا لي تساؤل عن درجه الدي بي تي من جامعه مونتانا الامريكيه او ترانزيشنال دي بي تي. طيب، فهذا الكلام موجه لمين؟ موجه للناس اللي هم انهوا فتره الامتياز او يعني في نهايه فتره الامتياز، بس خلاص يعني هيستلم الشهاده ان شاء الله ان عشنا وكلينا اجل، لانه لا يمكن التقديم على دراسه هذه الدرجه اللي هي المخفضه يعني بالديسكاونت كبير زي ما هنشوف، الا للي معاه شهاده كامله، يعني معاه شهاده البكالوريوس والامتياز الاثنين مع بعضهم. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، اللي ما شافش الفيديو الاولاني عن هذا الموضوع يا ريت بعد اذنكم يرجع يشوف الفيديو الاولاني عشان يقدر يربط الامور ببعضيها ويعرف احنا بنتكلم ليه في هذا الموضوع، او يعني او ايه الفكره منه او اهميته او كلام من كده. طيب، ندخل في موضوع النهارده، وان شاء الله يبقى عندنا محاضره ثالثه هنتكلم بقى فيها على الريكويرمنتس والتقديم وما الى ذلك. فاحنا ان شاء الله ان عشنا وكلينا اجل عندنا الجزء الثاني عن موضوع الدي بي تي بتاع جامعه مونتانا الامريكيه. طيب، بنشوف الاعلان ده ساعات اللي هو بيقول ايه. الاعلان بيقول University of Montana USA TDBT Transitional DBT تقدم جامعه مونتانا الامريكيه درجه التي دي بي تي بسعر مخفض لمواطني مصر والاردن والسودان وفلسطين من خلال التعاون مع جلوبال ايديوكيشن سيرفيس. استفسر الان الحصول على معلومات اكثر عن طريق ارسال رساله على رقم 00201027743702 او زياره الموقع من خلال الموقع. بيبقى فيه كونتاكت اس وبيبقى فيه ممكن ايميل يتبعت وما الى ذلك، زي الايميلات اللي بنستقبلها من الانكوايرز من الزملاء والزميلات. طيب، الموضوع جه ازاي؟ أو القصة بدأت إزاي؟ القصة بنقول طالما حلم خريج العلاج الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط بالدراسة والسفر والعمل بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال العلاج الطبيعي. طيب، أيضا بعض الزملاء عندنا، يعني عندنا ناس كتيرة بتفكر في موضوع السفر للولايات المتحدة الأمريكية، وبيكون هناك بعض العوائق اللي احنا هنقولها دلوقتي، تمام، بالنسبة لهم. طيب، بعض الزملاء والزميلات ايضا بمنطقه الخليج كانوا عايزين ياخدوا درجه علميه معتبره من جامعه امريكيه بتفيدهم برضو في شغلهم، حسب ما سمعت. انا ما اشتغلتش في الخليج الحقيقه، بس يعني ده اللي اتقال لي يعني، تمام. طيب، الى جانب بعض الزملاء والزميلات بمصر من الناس الناجحين في اعمالهم، يعني احد الزملاء دخل معانا ما شاء الله عنده عيادتين وناجح جدا في مصر وكلام من كده، ولكن هو عايز درجه من او ديجري من جامعه امريكيه بحيث ان هو يقول ان هو معاه درجه الدكتوراه من جامعه امريكيه وما الى ذلك، ودي يعني حاجه تضيف الى الكريدت بتاعه او مصداقيته في الشغل عند الناس او كده، فهو حسب اختياره، هو انسان ناجح جدا في شغله داخل مصر يعني، تمام. طيب، فالناس دي كانت عايزه تاخد درجه علميه من الولايات المتحده الامريكيه، فاحنا عن طريق جلوبال اديوكيشن سيرفيس شركه حاولنا ان احنا نتارجت اكتر من يونيفرستي في امريكا ونكلمهم عن ان احنا في مصر والشرق الاوسط عموما في احتياج الى دراسه، الخريجين عندنا في احتياج الى دراسه هذه الدرجه، لان ده دي ترانزيشنال دي بي تي، يعني لازم تكون واخد بكالوريوس، تكون انهيت البكالوريوس. ولكن شرحنا الامر ان احنا ليس لدينا الامكانيات، انتوا عارفين درجه الدي بي تي بتدخل في مبالغ فلكيه في امريكا، اللي هي الريزيدنشال دي بي تي اللي انا ببقى موجود فيها، مبالغ بتعدي ال 100,000 دولار وال 150,000 دولار، مبالغ فلكيه. لكن بعض برامج الدي بي تي زي البرنامج ده الاونلاين بتبقى الامور يعني ارخص شويه، لكن برضه هنشرح النهارده ان الدرجه دي تعتبر ارخص بكتير من معظم الدرجات اللي هي او كل الدرجات الموجوده تقريبا في امريكا او الديجريز الموجوده في امريكا، تمام. طيب، بدأنا مفاوضات في مارس 2019 مع ريهاب اسينشال. ريهاب اسينشال دي شركة أمريكية، هي عاملة كونتراكت مع جامعة يونيفرستي اوف مونتانا ومسؤولة عن كل أوراق الأدميشن، يعني التقديم وكل حاجة وبتاع، بحيث إن هي
في النهاية ان انت توصل تدرس في الجامعة او كلام من كده لدرجة الترانزيشنال دي بي تي من خلال ريهاب اسينشال. فاحنا بدأنا مفاوضاتنا مع ريهاب اسينشال في مارس 2019، وقلنا لهم ان احنا عايزين نجيب هذه الدرجة الى منطقة الشرق الاوسط خصوصا المنطقة العربية. تمام، طب ليه جامعة مونتانا؟ لان جامعة مونتانا جامعة اسمها ستيت يونيفرسيتي مش برايفت يونيفرسيتي، فهم يهمهم التعليم اكتر ما يهمهم الجانب المادي اكتر يعني، او البروفيت اكتر. جامعه عريقه تم انشاء سنه 1893، عمرها 130 سنه، فيها برامج كتير جدا ما بين يعني اندر جراديوت وبوست جراديوت في مجالات عده، برامج كتير جدا، عدد كبير جدا من الطلبه، وترتيبها او الرانك بتاعها كويس جدا وسط يعني وسط الجامعات الامريكيه. في النهاية قالوا ايه؟ قالوا كمرحلة أولى احنا هنبدأ بمصر والسودان والأردن وفلسطين. الأربع دول دول مواطني الأربع دول دول. وفعلا تم توقيع العقد بعد سنة وشهرين في مايو 2020، وحاولنا نذلل بعض الصعوبات لتسهيل الإجراءات. وكنا في البداية، في بداية هذه الدرجة الحقيقة ما كانش بيطلب لغة شرط من شروطها دخول اللغة أو كلام من كده، إلا أن حدث بعض المشاكل اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في الفيديو القادم، واللي أصبح بيطلب النهاردة بروف أوف إنجلش بروفيشنسي، بس برضو ليها حل أو كلام من كده. تمام، طيب. وبالتالي يعني الزملاء اللي دخلوا وتخرجوا وخلصوا، والزملاء حاليا اللي هم في طريقهم إلى التخرج، لم يعني ما كانش شرط عليهم شرط اللغة ده، كنا بنحاول نستوفيه بشكل إيه آخر. مميزات الدرجة العلمية هي عبارة عن إيه؟ بنقول تمنح الدرجة العلمية من جامعة مونتانا الأمريكية، تمنح الدرجة العلمية من جامعة مونتانا الأمريكية العريقة، وده لأول مرة في الشرق الأوسط طبعًا، وبهذا السعر المخفض، لأن سعر الدراسة للدرجة دي رغم إن هي درجة عالمية يعني حصلنا على البكالوريوس، اللي هو يعني أنت لو معاك بكالوريوس علاج طبيعي فقط، التوتال لهذه الدرجة هو 9000 دولار أمريكي. 9000 دولار امريكي تقسم على طول فتره الدراسه، ما بتدفعش يعني لا تدفع كامله، لا بتدفع حسب كل ترم انت عندك كم عدد من الكريدتس وبتدفع المقابل ليه، فبتقسم على مده الدراسه كلها. وكذلك السعر الحاصلين على الماجستير بقى، لكن لو انت معاك يعني معاك حاجه اعلى من البكالوريوس، لو معاك ماجستير او دكتوراه او حتى معاك الدي بي تي من جامعه القاهره، فهنا هذا الكلام بيعادل وبيتقدر عدد الكريدتس، وبتدفع التوتال 6000 دولار امريكي فقط، ايضا مقسمه على طول فتره الدراسه. احنا معانا زملاء استاف في الجامعه اوريدي، في جامعه القاهره زملاء، وفي جامعه بني سويف، وفي جامعه في سوهاج، دخلوا درجه الدي بي تي معانا في جامعه مونتانا، وبفضل الله اتخرجوا وهم معاهم دكتوراه، يعني هو معاه بي اتش دي من مصر، ولكن ده اتعادل ب 10 كريدت من الدرجه، فتقلل المصاريف ل 6000 دولار. ومعانا طبعا زملاء وزميلات ماجستير، ومعانا زملاء وزميلات حصلوا على الدي بي تي من جامعه القاهره ثم التحقوا بالدي بي تي بجامعه مونتانا. لا يوجد مثيل لدرجه علميه بهذه القوه، بتقدم بسعر منافس معروفه حتى الان بالولايات المتحده الامريكيه بالنسبه للاسعار اللي هنشوفها في اي جامعه اخرى. ايضا من خلال الزملاء والزميلات اللي يعني اجتازوا هذه الدرجه بفضل الله ثم بمجهودهم، قالوا ان المحتوى الدراسي كان قوي جدا، وان هم استفادوا من المحتوى الدراسي مقارنه ببرامج تانية درسوها. يبقى اذا اللي بيستفيد الخريج لو تيوشن فيز، تعتبر درجه يعتبر مخفضه جدا، لان هذا الكلام كان واضح جدا في البدايه في المفاوضات ان هم الغرض الاساسي بالنسبه لهم التعليم اكتر من الجانب الايه المادي. تاني حاجه كومبليتلي اونلاين، معنى ايه كومبليت اونلاين ستادي بروجرام؟ في فليكسابيليتي، في زملاء وزميلات كتير دخلوا البرنامج وهم يعني متزوجين متزوجات، عنده شغل عنده عياده، مسافر عامل كلام من كده. انا انت ايه اما بتدخل وتلتحق بهذه الدرجه بيبقى ليك حاجه اسمها بورتال او ليك صفحه على الموقع الجامعه، بتقدر تحضر الكورسات بتاعتك، الكورسات في الوقت المناسب ليك
ثم كده. لكن طبعا مواعيد الامتحانات والاساينمنت والحاجات دي بيجب الالتزام بيها، يعني في عندنا امتحان يوم 30/9 يبقى هو امتحان يوم 30/9، ما ينفعش يتغير. لكن ان انا احضر المحاضرات او استمع المحاضرات او اذاكر، ده اكوردنج للسكادول بتاعي او وقتي، ففي نوع من الفلكسبيليتي وده شيء مهم جدا. طيب ايه تاني؟ فيري اورجانيزد اند ستراكشرد ستادي بلاتفورم. كل الناس اللي دخلوا هذا الستادي بلاتفورم او دخل بيشكروا جدا جدا في الماتيريال، بيشكروا جدا في الاورجنايزيشن والتنظيم لكل حاجه. طيب الاكاديميك ديجري فروم الامريكان يونيفرستي، انا باخد درجه علميه من جامعه امريكيه، سو ات كان ويف ذا توفل ريكويرمنتس فور ذا فيزا سكرين. الفيزا سكرين هي احد متطلبات الهجره، فاحنا كنا اتكلمنا على الكلام ده في الفيديو الاول، فلو ما حضرش الفيديو الاول يا ريت يرجع له بعد اذنكم، وهو شيء مطلوب. فان انت تحصل على الدي بي تي ده بيعمل لك ويفنج لهذا الشرط او بيشيل هذا الشرط، فتقدر تعمل الفيزا سكرين بدون صعوبه. طيب ايه تاني؟ كان هيلب تو فيل الجابس اف يو نيد مور كريدتس فور كريدنشال ايفالويشن. بعض الزملاء والزمات عندهم نقص في عدد معين من الكريدتس، فلما بيجي يعادل او يعمل كريدنشال ايفالويشن بيقولوا له انت ناقصك الماده الفلانيه، ناقصك الكريدتس الفلاني، عدد الكريدتس الفلاني، فبحصولك على الكريدتس من الدي بي تي ده بيسهل الامر ليك وتو فيل ان الجابس دي. If you are planning to move from one state to another، لو انت خدت ترخيص في نيويورك او لايسنس مثلا ثم عايز تنتقل مثلا لشيكاغو، عايز تنتقل لتكساس، كلام من كده، فبتعمل حاجه اسمها لايسنس باي اندورسمنت، بيطلبوا منك احيانا كريدتس اعلى، وده في الغالب يعني. فهذه الكريدتس املاها ازاي؟ املاها من خلال ان انا برضو حاجه زي الدي بي تي هتساعدني في هذا الامر. If you plan to teach universities later on، اللي عايز يروح مثلا امريكا ثم يلتحق بسلك التدريس في الجامعات في امريكا، وبيبقى في فرص كتيره، فلو انت دخلت على الناس اللي بتدرس هتلاقي ان معظمهم واخدين دي بي تي، تمام؟ فاذا ده شيء هيفيدك فيما بعد او يفتح لك نوع من الوظائف ما كانتش ممكن ان انت تعمله قبل كده. طيب الابت او الامريكان فيزيكال ثيرابي اسوسيشن كان عندهم فيجن من 2020 ان كل الفيزيكال ثيرابيست ماست هاف دي بي تي. هي ما اتطبقتش فعليا حتى الان، لكن دي كانت الفيجن بتاعتهم، رؤيتهم للمستقبل، وطالما ان هم قالوا ان دي رؤيتهم للمستقبل اذا هي ستحدث في يوم من الايام. فكل دي فوائد لهذه الدرجه، غير الجانب العلمي طبعا، غير ان انت بعد ما بتخلص الدرجه الاونلاين كومبليتلي وبتطلع لك الشهاده، انت بتيجي بتقدم على فيزا على اساس ان الجامعه بتبعت لك جواب رسمي ان انت رايح تحضر حفل التخرج، وبفضل الله سبحانه وتعالى في زملاء وزميلات كانت رفض مره واثنين وثلاثه في السفاره، ثم تقدم بهذا الخطاب وربنا كرمه واخد الفيزا ولحضور حفل التخرج. نيجي هو ده برضو عشان اقول هو مش جرانتي، يعني انت ما فيش حد يقدر يمسك سيف ويحطه على رقبه الاوفيسر في السفاره ويقول له هتديني غصب عنك الفيزا او كلام من كده. لكن اكتر من حاله من الزملاء والزمالات كان عندهم مشكله في موضوع الفيزا واتحلت بهذا الامر بفضل الله اولا واخيرا. تكلفه الدرجه قد ايه؟ احنا قلنا 9000 دولار امريكي او ما يعادلها بالجنيه المصري، بس انت بتدفع بالدولار، تمام؟ يعني ما بتدفعش بالجنيه لان انت بتدفع على موقع الجامعه، تمام؟ فانت احسبها بقى بالمصري وشوف هي قد ايه. بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس في العلاج الطبيعي، ده بالنسبة للبكالوريوس، تمام؟ طيب أو 6000 دولار بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو الدي بي تي من جامعة القاهرة. طيب مدة الدراسة قد إيه؟ اللي معاه بكالوريوس علاج طبيعي فقط بيدرس 30 كريدت، ممكن يدرسها بطريقتين، يا إما البرنامج العادي أو البرنامج الريجولار، ده عبارة عن 7 سمستر، كل سمستر 4 شهور، فالمدة كلها 28 شهر. ممكن ياخد برنامج اللي هو الاكسلريتد، برنامج مضغوط شوية، فهذا البرنامج بيختصر المدة لخمسة سمستر، فالتوتال يبقى 20 شهر. ده للبكالوريوس، أنا بدرس 30 كريدت، يا إما بدرسهم في 28 شهر أو 7 سمستر، يا إما بدرسهم في 20 شهر أو 5 سمستر. تمام؟ طيب. لو انا بقى معايا دي بي تي من جامعه القاهره والتحقت بالدي بي تي بتاع ممتاز،
معايا ماجستير، معايا دكتوراه، فبيتخفض ال 30 كريدت ل 20 كريدت بس. ال 20 كريدت دول ممكن تدرسهم بطريقتين، يا اما البرنامج العادي او الريجولر، وده عباره عن 20 شهر او 5 سمستر، كل سمستر 4 شهور، او البرنامج الاكسلريتد المضغوط، ده عباره عن 12 شهر فقط 3 سمستر. انا عندي 4 انواع من البرامج، سواء كان ريجولر او اكسلريتد، سواء كان بكالوريوس او اعلى من البكالوريوس، حسب كل واحد وظروف حياته وتمشي ازاي. طيب، هل السعر ده او التكلفه دي طبيعيه ولا مخفضه ولا ايه؟ طبعا يعني السعر ده لو انت رحت قدمت منك لنفسك في جامعه او كلام من كده مش هتاخده، تمام؟ لازم تقدم خلال جلوبال اديوكيشن سيرفيس اللي هو الوحيد في الشرق الاوسط، دي حاجه. وفي شروط مختلفه لو انت بتتقدم لوحدك خارج جلوبال اديوكيشن سيرفيس، تمام؟ دي حاجه. طيب، وهنتكلم على شروط التقديم ان شاء الله في الفيديو الجاي. تعال نشوف بعض الجامعات اللي موجوده في امريكا وعامله برامج. احنا لو حسبنا سعر الكريدت في درجه في يونيفرستي اوف مونتانا، هنلاقي الكريدت 250 دولار، 250 دولار كريدت الواحد، تمام؟ و30 كريدت فده حاجه كويسه، او 20 كريدت فده بيديك عدد من الكريدت كبير، تمام؟ تعال نشوف يوتيكا يونيفرستي مثلا في نيويورك، الكريدت الواحد عندهم ب 785 دولار. الطالب بياخد من 18 ل 19 كريدت، فالتوتال بتاع الديجري بيبقى 14000 دولار وشويه ل 15000 دولار تقريبا. ناخد جامعه تاني، كوليج اوف سنت مش عارفه ايه كده، دوليتش في مينيسوتا، بياخدوا الكريدت كلها 16 كريدت، ومش كويس ان انا يبقى عندي عدد من الكريدتس قليل على فكره. والكريدت الواحد 775 دولار، والتكلفه الكليه حوالي 12400 دولار. ايه تاني؟ عندي اركيديا يونيفرستي في بنسلفانيا، بياخدوا من 18 ل 22 كريدت سنتين دراسه، والكريدت الواحد ب 815 دولار، والدرجه بتبقى 17930 دولار، 18000 دولار. فاذا مش هتلاقي ابدا درجه بهذه التكلفه وبهذه القوه. طيب، والمده وكل حاجه. بعض البرامج او معظمها في امريكا بيطلب ان انت اصلا تكون لايسنس فيزيكال ثيرابيست، انت يكون معاك لايسنس في قبل ما تقدم على درجه الدي بي دي. ده ليس من شروط التقديم بالنسبه لجامعه مونتانا، يعني لازم اكون اجتزت امتحان اللايسنس في امريكا؟ لا، مش لازم. لازم اكون معايا لايسنس؟ لا، مش لازم. ممكن انت تتقدم للدراسه للدي بي تي بدون هذا الامر. طيب، هل الدرجه معتمده؟ طيب، فده سؤال مثلا اتبعت للاف اس سي بي تي، قال السؤال ان انا if I have graduated from a physical therapy outside the USA، زينا كده متخرج من مصر، من الاردن، من فلسطين، and I took the TDBT transcript from University of Montana after graduation. Please does this waive the TOEFL requirements for type 1 certificate مش عارف ايه and for immigration؟ فالاجابه كان hello the answer is yes. تمام، هيعمل waiving لشرط التوفل. Your TDBT will qualify you for TOEFL exemption for both services. في ايميل تاني اتبعت، تمام، بيقول ايه؟ Hi, good morning. I am enrolling in University of Montana TDBT program and I want you confirmation that the TOEFL required for visa screening may be waived by. واللي فاهم في ورق امريكا شويه هيفهم ان موضوع الفيزا سكرين ده موضوع معقد ومعقد شويه. May be waived by TDBT from University of Montana. وكان الرد we will be able to waive the TOEFL once ان انت اتخرجت يعني and we receive the official transcript من الجامعه نفسها تبعته لهم from the school indicating the degree awarded and date of conferral. انت خدت الدرجه امتى؟ دي شكل الشهاده اللي بتخرج بيها من الدي بي تي University of Montana مسؤولة مش عارف degree of doctor of physical therapy. ما بيتكلمش فيها طبعا اونلاين او غير اونلاين، لان يهمنا في النهايه هو الدرجه، وده شكل الشهاده النهائيه. وزي ما قلنا University of Montana انشئت سنه 1893. اللي يحب يقرا عن تاريخ الجامعه في فيديوهات برضو عن اليوتيوب عن الجامعه نفسها. طبعا حاليا تقديم السمستر الحالي في 2023
يبدأ يعني شغال حاليا لحد اول ديسمبر ان شاء الله، وبدايه الدراسه هي يناير 2024 ده بالنسبه للدي بي تي. ثم يعني احنا بيبقى في 3 سيمسترز في السنه، فبيبقى في يناير ثم بعد كده مايو ثم سبتمبر، وطبعا كل واحد منهم ينتهي التقديم ليه قبلها بشهر. يعني هتخش في يناير يبقى في ديسمبر 2023، هتخش في مايو 2024 ان شاء الله يبقى انتهى التقديم في ابريل 2024، هتخش في شهر سبتمبر 2024 ان شاء الله عشنا وكان لينا اجل تبتدي دراسه، يبقى ينتهي التقديم في اول اغسطس 2024. لو اي حد عنده اي تساؤلات عن درجه الدي بي تي او عايز يشترك في كورس الامبريشن لايسنس او عايز يملأ الابلكيشن امريكا او كندا او انجلترا، تواصل معايا على رقم الواتس 0020 115 988 2370 0020 102 77 4370. طيب يا ريت اللي ما شافش الفيديو الاول عن الموضوع اللي بنتكلم فيه ده يرجع يشوفه عشان يربط الامور مع بعضها، وان شاء الله الفيديو الاخير هيبقى الفيديو القادم هنتكلم فيه بقى عن شروط التقديم ومراحل التقديم للدرجه ازاي. ان شاء الله نعيش. شكرا جزيلا.